نشكرك يا عمرو على هذه الإطلالة الاقتصادية، لكن موضوعاتنا مستمرة معكم من خلال صحف القاهرة اللي استعرضنا منشطاتها، لكن هذه المرة هنحلل ونلقي الضوء على بعض القضايا الهامة مع الأستاذ محمود سلطان الكاتب الصحفي ورئيس تحرير المصريون. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. طبعا موضوع سد النهضة مسيطر لسه على كل المنشطات، وكل شوية بتيجي أخبار يعني شبيهة آخرها، مثلا إنه في دول ابتدت تتحمس لبناء سدود، عندها كمان أوغندا وتنزانيا. طيب ناخد منشط الأهرام، مصر تعرض أزمة سد النهضة على وزراء المياه الأفارقة، وإثيوبيا تدعو مجموعة اتفاقية عنتيبي إلى اجتماع طارئ. في رأيك بعد الحوار الوطني الأخير القضية ممكن تروح في اتجاه إيه؟ شوفي حضرتك، هو هل بقي يعني لينا مجال للتفاوض والحوار اصلا مع اثيوبيا بشكل؟ هو المشكله انه السؤال المطروح الان هو مع من يجري التفاوض؟ المجتمع المصري منقسم، بالاضافه انه في انقسام ايضا على شرعيه رئيس الجمهوريه، لدرجه انه في بعض الملفات المهمه يعني اصبحت عالقه الان ولم يتم البت فيها إلى أن يتم الاتفاق على شيء معين في مصر. على سبيل المثال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علقت تماما. ليه؟ بيقولك هنتكلم مع مين؟ أنتوا مختلفين، في قوى سياسية غير معترفة بشرعية رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بيحاول أنه يستعيد شريته من جديد. وفي تقديري الشخصي أن الحوار اللي حصل، الحوار الذي سمي بالحوار الوطني مؤخرا، لم يكن يستهدف اصلا حل مشكله الشغب المائي اللي بتقوم بيه اثيوبيا، اذا اجاز التعبير يعني، ازاء مصر، ولكن هي كانت محاوله لاستعاده الشرعيه، لانه انتوا عارفين ان في جزء او 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 او, أو قطاع قليل هي من القوى السياسيه التي كانت ترفض الاعتراف بشهاده الرئيس استجابت لايه؟ للدعوه وراحت. الرئيس بيعتبر دي استعاد شرعيته، اعترف شرعيته، فبين بعض القوى الثانيه فهمت ورفضت اللقاء من اصله. انا شايف انه حل الازمه في اثيوبيا تبدا من حل ازمه الشرعيه في مصر حاليا. المصريين عندهم مشاكل كثيره جدا، واعتقد هم في وضع لا يؤهلهم مطلقا لانتزاع بعض المكاسب من اثيوبيا. انا شايف انه هو صحيح انها ازمه كبيره جدا، محنه وطنيه كبيره جدا، وتستدعي الاصطفاف خلف القياده السياسيه لغايه لما نتجاوزها، لكن انا اتمنى من القياده السياسيه الا تبحث عن شرعيتها او تديها الاولويه على اللي بيحصل. الحقيقه انه انا شايف انه الكل الان عينه ليست على سد النهضه في اثيوبيا، ولكن عينه على المقعد الرئاسي. هي دي المشكله الموجوده في مصر حاليا. القوى السياسيه المعارضه او من في السلطه، الكل يزايد على مساله الايه؟ على مساله سد اثيوبيا، لكن في الحقيقه واخرتها طبعا اخرتها احنا لازم ناخد بالنا ان في حاجات صغيره بتحصل ما بناخدش بالنا منها. يعني على سبيل المثال، كتير جدا من القوى السياسيه وكتير جدا من المصريين بيتصرفوا وكان رئيس الجمهوريه مش موجود. يعني على سبيل المثال، مثلا يعني بنسمع دلوقتي عن الدبلوماسيه الشعبيه لحل المشكله، ودي بتديك ان في شرعيه ثانيه موزعه للشرعيه المنتخبه، يعني مش بتتحرك، مش معترفه باللي بيحصل فوق ده في القياده السياسيه. يعني حزب النور على سبيل المثال والدعوه السلفيه بدات تعمل وفود وتطلع على اثيوبيا تتفاوض. في بعض القوى السياسيه المصريه بدات فعلا تتشاور بحيث تعمل وفود وتتشاور. على فكره، بس هل المجتمع الاثيوبي من الداخل رغم قدر القمع اللي جواه ممكن يستجيب لضغطه الشعب؟ هو احنا لا نحاتب اثيوبيا، يعني احنا يعني 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 اي دوله تبحث عن مصالحها فيها وهي محقه الحقيقه، يعني احنا بنعاتب انفسنا. يعني على فكره احنا بنتكلم مثلا مصر على سبيل المثال، وسمعت حتى في حوار الوطن اللي جه على الهواء بشكل يعني كاريكاتوري، اللي بيتكلم على احنا عندنا ادوات، هو بس مش عارف يسميها كويس، اللي احنا بنسميها او سميها يعني اول من اطلق عليها هذا المصطلح هو الاستاذ هيكل، وهي انه قوه مصر الناعمه. يعني احنا عندنا قوه مصر الناعمه مش القوه الخشنه. القوه الخشنه هي زي الايه؟ اللي هو الاعمال العسكريه والجيش ومؤسسات القوه زي المخابرات وما شابه، لكن احنا عندنا قوه مصر الناعمه اللي بتتعلق مثلا بالفنانين الممثلين المطربين الكبار، لعيب الكوره الكبار والمشهورين، الادباء،
احنا كان عندنا اسماء كبيره، كانت عندنا ام كلثوم في الستينات كانت بيصطف حواليها الضمير الوطني العربي كله وبيقف ورا مصر في انكسارتها وفي انتصاراتها. بس يعني طبعا النعومه دي بتاخد وقت يا استاذ. ما بتاخدش وقت والله صدقيني، يعني انت عندك مثلا لاعب واحد مشهور في مصر في افريقيا ممكن يحل المشكله ان النادي يحرس الجمهوريه، ما هي دي قوه مصر النعامه، يعني دي القوه اللي احنا بنسميها قوه مصر النعامه. ممكن لاعب واحد زي بتريكا مثلا. احنا الفتره كمان نعم. فتره الستينات يعني فكره انه احساسك بالاخر وجود الافريقي وجودنا في افريقيا ما كانش بس عن طريق وفود، كان عن طريق تقديم خدمات ومساعدات في التنميه. صحيح. يعني على ابسط مثال التلفزيون المصري كان مليان بعثات من دول افريقيه بتتعلم. صحيح. صحيح. بتاخد دورات في الاذاعه في الانتاج التلفزيوني. صحيح. في اللغه العربيه. صحيح. حتى والالقاء، يعني دي لوحدها قادره على مد جسور التواصل. هو ده القوه عندها لا تغطي على المسار الثقافي والعلمي والفكري، خبرك ازاي؟ هو دي قوه النعامه. هو بيجي لك انه يتعلم اعلام، انك انت عندك الرياده الاعلاميه فعلا، ليه جاي يتعلم هنا ثقافه؟ عندك رياده ثقافيه فعلا موجوده، ليه جاي يتعلم عندك فن؟ لانه فعلا عندك الرياده الفنيه موجوده، الحاجات دلوقتي موجوده، ليه بيجي بس على الكلام ده لو احنا بنتكلم اثيوبيا بس، لكن اثيوبيا وراها كتير. لا بس ما مسألة خلاص شيء معقد جدا. ما بص يعني مش بكلمها هي بس، انا بكلم نفوذ ايضا خارجي في اثيوبيا بالتاكيد. ما عشان كده الكلام عن عمل عسكري ضد تاديب اثيوبيا ده كلام سخيف وكلام غير رصين بالمره. ما بالك ازاي سد النهضة الأثيوبي يعني بات عليه ما يشبه التوافق الدولي، يعني الأمريكان هم اللي ساعدوه، مصالح مشتركة. في مصالح مشتركة، في ناس من الصين موجودة وناس من الإسرائيل موجودين وناس من دول تانية شغالة فيه، هتقوم عمل عسكري ضدها ازاي يعني؟ بالإضافة لازم ناخد بالنا برضو المجتمع الدولي في الآن في واحنا في عام 2013 بيختلف على الستينيات والسبعينيات. يعني إذا كان الرئيس السادات كان بيهدد بعمل عسكري ضد أثيوبيا حال أنها أقدمت على مثل هذا الصنيع وما شابه، دلوقتي ما ينفعش خالص. دي مسألة معروفة. بالإضافة إنه فعلا الحقيقة واحنا برضو نسأل عنها، إن كنت حتى بتكلم معاكم قبل البث على القهوة، إن مراكز الثقل الحضاري بدأت تنتقل من مصر مراكز زي إلى بعض الدول الاقليميه الثانيه او القوى الاقليميه الثانيه زي اثيوبيا. اثيوبيا تقول لك انا دوله اقليميه كبيره قوي، تتكلم كده دوله كبيره انها بتتعامل مع مصر من المنطق النديه ما عادش زي زمان. يعني بتقول لك انا برضو تعداد سكاني 85 مليون، تفرق ايه؟ دلوقتي انا انتصرت عسكريا على 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 اريتريا وليا حضور كبير جدا موجود في الصومال، انا قوه عسكريه حتى بقولك ازاي يعني بتوسعيه وما شابه. فانا عايز اقول لك ان المساله ما عادش بالسهوله دي كلها، ما عادش في حل قدامنا غير التفاوض. طبعا في طرق ثانيه موجوده ثانيه كتير قوي، يعني زي مثلا نلجا الى 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 البعد القانوني في المحاكم الدوليه. لكن شرطوها بموافقه اثيوبيه ان نلجا طبعا بالتاكيد. وبرده احنا مش عايزين نغالي قوي، انا برده شايف ان في قدر من الموضوع في نوع من المغالاه، يعني برده يعني انا يعني في نوع من الايه التوظيف السياسي للقضيه في صراعنا الداخلي على السلطه، بمعنى انه موضوع سد اثيوبيا تحول الى اداه في ايد المعارضه، الى اداه بطش لجلد السلطه اللي بتحبهاش او اللي مش عايزاها يعني. فانا عايز اقول لحضرتك برضو ان المساله فيها نوع من المزايده وفيها نوع من الايه تكبير الصوره. انا اللي فهمته من بعض الناس يعني قالوا المشكله كل الخلاف كله ان هو الوقت اللي يستغرق فيه عمليه تخزين المياه في الخزان. هو في خلاف عليها، هم مصر بتقول لك احنا ما عندناش مشكله يعني في التمويل، بس خلوا مثلا ايه مده الايه التخزين 15 يوم على الاقصى، او اذا يعني نقص منسوب المياه الى حد مؤلي يعني. فهو المساله برضه محتاجه انه ما حدش عارف حاجه ولا حد فاهم حاجه. المساله بقول لك في نوع من المزايدات، مصر فيها ازمه كبيره، ازمه سياسيه، ازمه شرعيه، في قطاع منقسم، في صراعات الديه كزي بيقولوا، في صراخ كتير شوشره ولا تكادي تخرج منها. وده نفس التوقيت برضه اللي طلع فيه يعني انشاء السد القضيه. عندنا مشاكل كتيره تتعلق بهذه المساله، تتعلق بالشفافيه واستقامه الضمير الوطني عند المعارضه وعند السلطه. طيب نروح لجريده الوطن، حيثيات الحكم في قضيه التمويل الاجنبي بحبس 43 متهما مصريا واجنبيا بينهم 19 امريكي. القورة اخافت امريكا واتخذت مساله التمويل الامريكي ابعادا جديده في احتواء الثوره وتحريف مسارتها. التمويل شكل من اشكال السيطره والهيمنه والاستعمار الناعم غير المكلف. المحكمه اطمأنت لشهاده فايزه بنجا ولم تقبل الدفع بجهل المتهمين بالقانون. نعم. الحقيقه هذا الحكم تاريخي الحقيقه،
ومفترض انه ينهي الجدل بشان يعني ايه الاهداف يعني المخفيه لما يسمى بمنظمات المجتمع الاهلي. انا مش بتكلم على في المجمل يعني بالك ازاي، لا في مجموعه من منظمات حقوقيه امريكيه والمانيه وغربيه بصفه عامه بتعمل في مصر بشكل غير شرعي، يعني هي بدون ترخيص خالص، وكانت بتقوم فعلا بعمليات مسح معلوماتي وجمع معلومات وعمل استخبارات، ومعظم هذه المؤسسات فعلا كانت تابعه لاجهزه الاستخبارات الدوليه خاصه CIA، ومعروفه ان هي بتقوم يعني على فكره في منظمات حقوق الانسان موجوده دوت يعني مالهاش عنوان، يعني هي يعني معروفه مالهاش عنوان، خاصه اللي بتعمل في النوبه امريكيه على فكره، يعني زي مش عارف مؤسسه المراه الزنجيه، يعني عندنا مراه زنجيه في مصر ما عندناش، لكن بيروحوا يشتغلوا في النوبه، وسفروا كتير جدا من النساء النوبيات الى امريكا، وتلقينا هناك بعض الـ يعني ما يسمى بالمعلومات وتدريبهن على مساله الثوره والتمرد وما شابه، وبدات يعني ايه يغرزوا في يعني في ضمائرهن مساله النزعه النوبيه بان هي النوبه دي شيء عرقي متميز عن ايه؟ عن مصر، ومن حقهم ان هم يعني يطلبوا بالاستقلال. في لعب كتير موجود، يعني الحقيقه حتى انا عجبني قوي التعبير الدقيق اللي هو ورد في حيثات الحكم واحيي السيد القاضي اللي هو كتبه، ولكن هو احتلال بشكل اخر، احتلال حقيقي، واخد بالك ازاي؟ كانت عيون الغرب كلها يعني بايه بتشوفنا عن طريق هذه لكن ازاي اقدر افرق بين المنظمات اللي ممكن يكون جهدها ايجابيه بالفعل، نعم، والمنظمات اللي ممكن يكون هي المساله تتعلق الهدف اللي وراها الخفي دار ليا. احنا نسال الدوله، واخد بالك ازاي؟ في حاله لما تكون هذه المؤسسات قد الترخيص من الدوله ثم قابت بمشاريع غير مشروعه، يبقى في هذه الحاله نقدر نسال الدوله على التقصير. احنا ما عندناش مشكله في هذه المساله، وعلى فكره انا على فكره يعني منظمات حقوق الانسان في مصر بصفه عامه قامت بدور كبير جدا فعلا في الدفاع عن الحقوق العامه والحريات العامه وحقوق المعتقلين، وحتى يعني انا ما اقدرش استغنى عنها. حتى يعني على فكره معظم منظمات حقوق الانسان منظمات مدنيه، يعني معظمها تنتمي الى اليسار المصري المتأمل زي ما بيقول، يعني تحول بعد كده يعني بعد هزيمة اليسار عسكريا في أفغانستان وإيديولوجيا مع سقوط سور برلين، حصل من التحول عند اليسار المصري وبدأ يشتغل في مسألة منظمات حقوق الإنسان، ومع ذلك هو يحسب له الحقيقة أنه رغم عدائه الأيديولوجي والتاريخي والسأري مع التيار الإسلامي إلا أنه فعلا كان في المحاكم واقف بيدافع عن المعتقلين الإسلاميين قبل الثورة. واعتقد ان منظمات حقوق الانسان المصريه حتى تلك التي يعني نشات بدون ترخيص يعني شاركت بشكل جيد جدا في الدفاع عن حقوق الانسان، وساهمت ايضا في صنع الضمير الثوري المصري، يعني هي فعلا شاركت في صناعه ثوره 25 يناير. يعني لا يمكن انكار ابدا جهد هذه المنظمات. المساله بس فيها نوع من الشوشره، وزي ما قلت في مصر في شوشره عالي، الصوت عالي جدا، الصوت العالي ده بيخبي كتير جدا من الحقائق تحتيه، ما بنعرفش ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيضيع الحق مع الباطل والمظلوم مع الظالم. يعني في منظمات حقوقيه في اسماء كبيره الحقيقه، مثلا من المحامين اليساريين اللي كانوا بيشتغلوا في هذه المساله زي المرحوم نبيل الهلالي. يعني مثلا ده الراجل ده كان راجل يساري، خبرك ازاي؟ بيحسب انه شيوعي، لكن كان مناضل حقيقي، كان بينفق من جيبه الخاص للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، خصومه السياسيين وخصومه الفكريين. ايه النبل ده؟ فين الكلام ده؟ ده ضاع كله فين؟ في الشوشره الموجوده دلوقتي بشان منظمات حقوق الانسان. تاخد فيها الحابل بالنابل يعني. نعم صحيح. جريده الحريه والعداله فيها ايضا مصادر قضائيه، رفع الحصانه عن الزند وعبد المجيد اول يوليو، ورجحت مصادر قضائيه ان يحسم المستشار حامد عبد الله الذي يتولى رئاسه محكمه النقد ومجلس القضاء الاعلى اول يوليو المقبل قضيه رفع الحصانه عن المستشارين عبد المجيد محمود والنائب العام السابق واحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. يعني ده خبر تحريضي ممكن يكون قلمت اختبار؟ لا خبر، هم قاعدين يحرضوا على 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 رفع الحصانة احمد الزند، وعلى على فكره طلعت اخبار كثيره جدا كانت قاطعه بانه تم رفع الحصانه عن احمد الزند، كان ما حصلش، واخد بالك ازاي؟
يعني الحقيقه ده خبر بيتوقع ورئيس هيئه القضاء الاعلى هيقرر هيعمل، انت مالكش دعوه، ده فعلا ده تدخل في الشان القضائي ودي اهانه الحقيقه للقضاء المصري. احنا على فكره عندنا التفتيش القضائي المصري له تاريخه وله دوره الكبير، وعلى فكره احال كتير جدا من القضاه الى التقاعد على المعاش بسبب قضايا فساد بهدوء. يعني اصل برضه هو حريص جدا على هيبه القضاء وعلى سمعه القضاء وعلى شكل العداله فين في 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 نظر المصريين. فعلا في زي القضاء زي اي قطاع موجود في الدوله بيجادل نفسه بنفسه. لا يعني هو بس له حساسيه معينه وله دقه معينه تختلف عن اي مكان تاني. هو اذا كان هناك يعني ثبت بالدليل القاطع لدى التفتيش القضائي بانه فلان او القاضي الفلان دوت متورط في شبهه فساد، هو بيخيروه يا اما تروح بيتكم يا اما تتحاكم بهدوء خالص. وهذه المسائل بتحصل كتير جدا بس ما بيتكلمش عنها. عشان كده مش عايزين نزيد قوي في مساله الايه؟ فساد القضاء وتطهير القضاء. ده على فكره يعني حق يراد به الباطل بعينه. اشكرك، نشكرك دكتور استاذ محمود سلطان الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريده المصريون، شكرا جزيلا لوجودك معانا. وده كان اخر حواراتنا النهارده في هذا الصباح. شكر واجب ايضا لمتابعتكم لهذا البرنامج، غدا لقاء جديد وفريق عمل اخر، الى اللقاء.